ضمن ملتقى الشارقة للخط وفي متحف الشارقة للفنون افتتحت ثلاثة معارض متنوعة أبوابها أمام محبي الفن. التفاصيل ومراسلنا وليد الأصبحي. في متحف الشارقة للفنون وبين زواياه تتناثر الحروف العربية، تارة تكون هي العمل الفني بحد ذاته، وتارة أخرى تشكل كلمات تبرز جماليات لغة الضاد، وهي أعمال لفنانين جاءوا من مختلف بقاع الأرض عارضين أجمل أعمالهم وبأفكار تعزز وتعرف بثقافتنا وهويتنا الإسلامية ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط المنطلق في دورته العاشرة بمشاركة نخبة واسعة من الفنانين العالميين، كهذا العمل الحامل لعنوان إرشيف الكاتب للفنان الأرجنتيني بابلو، وفيه ترى قصاصات الصحف منتشرة في الأرجاء مكونة عملا فنيا سرعان ما يأخذ لعالم قل ما تجده حتى في خيالك. هذا العمل المعروض هنا هو جزء من عمل فني أكبر أشبه بمنزل كامل، وهذه الغرفة هي غرفة أرشيف وتحتفظ بالعديد من الذكريات وتضم كتابات من كل لغات العالم المختلفة. والجميل في الأمر أنه يمكنك التحرك داخل هذا العمل، لأن الهدف منه أن تعيش داخل النص بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وفي زاوية أخرى من المعرض تشاهد أعمالاً على مد البصر لا تقل إبداعاً عما رصدته سابقاً كاميرا أخبار الدار، وهي أعمال تتنوع فيها الأفكار والقصص، كهذا العمل المقدم من المؤلف والفنان الكويتي محمود شاكر ويحمل عنوان أصل الأشياء. حاولت تكون الفكرة جداً مقاربة لثيمة المعرض هذه العام وهي الارتقاء. أصل الأشياء أعني فيها عن مدى ترابط أو تجذر الأفكار اللي تربط البشر بين بعضهم البعض من خلال الأفكار بشكل عام، المشاعر والأحاسيس والذكريات. إذن هذه الأعمال الفنية الإبداعية والمعارض المدرجة ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط يعكس أهمية هذا الفن الأصيل، حيث يقدم الملتقى طوال مدة إقامته معارض وورشا ومحاضرات تستمر حتى 30 من شهر نوفمبر القادم، ما يؤكد مكانة الشارقة على خارطة الفن العالمية. يمثل ملتقى الشارقة للخط مرجعاً ثقافياً وفكرياً ورافداً إبداعياً، ليس لأنه ينقل جمال الخط العربي فقط بل لتجاوزه حدود البلاد العربية، حيث أصبحت الكثير من الأعمال الفنية العالمية تتزين بحروف لغتنا الجميلة. لأخبار الدار، وليد الأصبحي، الشارقة.